شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل. قصة ريادة تحمل الكثير من المعاني تبدأ مع إشراقة كل يوم جديد في عالم خطت به الصناعة خطوات رائدة. قدمت المملكة العربية السعودية إنتاجا صناعيا مطورا وصلت به إلى مستوى العالمية، ولمواكبة هذا التطور الصناعي أنشئت شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل، والتي تميزت في هذا القطاع الحيوي إلى أن أصبحت اليوم صرحا شامخا مكنها من احتلال الصدارة بين الشركات الصناعية الأخرى، ومشكلا نموذجا فريدا لقصص النجاح التي آن لها أن تروى. ولدت عام 1985 لتتسارع خطاها بثقة نحو التميز والإبداع وصولا سعيا إلى القمة. شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل قصة تستحق أن تروى. نسبة كبيرة من إجمالي نسبة مشاريع الأهالي في سوق العزل لتميزنا في شتى أنواع العزل المائي والحراري، كالعزل المائي للخزانات والمسابح وعزل أرضيات وجدران البدروم وعزل الأسطح والحمامات والخرسانات، والعزل المائي والحراري بنظام البوليوريثان وطبقة الحماية. ولإكمال رؤيتنا وتمسكنا بمبدأ الريادة في توفير حاجات المستهلكين بكل حرفية وإتقان، شملت خدماتنا الأبواب الأوتوماتيكية المصنعة من الألواح المجلفنة المقاومة للصدى والمزودة بمحركات عالية الجودة والمعزولة ضد العوامل الجوية، بما يوفر لها عمرا أطول في الأداء. ولنوفر تشكيلة متنوعة من أبواب الرول وأبواب الشرائح الأمريكية التي تمتاز بالشكل الانسيابي المميز، مدعومة بمفصلات قوية مصنعة من الحديد المجلفن الذي لا يصدأ، ولكل منها مزاياه الخاصة كالقوة والمتانة والمرونة الحركية والشكل الإجمالي. ولأهمية أغطية الفتحات الأرضية، قمنا بتصنيع أغطية للخزانات الأرضية والبيارات والمانهولات، وجميعها مكونة من مواد الراتنجات الصناعية والمقوات داخليا بأنظمة تقوية مميزة ومتطورة، والتي تتميز بقدرة تحمل عالية وإغلاق محكم يضمن عدم تسرب الروائح، ويكفل في الوقت ذاته عدم دخول الحشرات والأتربة. شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل خيال أصبح واقعا ملموسا عبر تحدي الواقع وصنع الفارق، لنحصد رضاكم وراحتكم.